كل هذا الرف وقع، ف ان شاء الله ما يكون الزغليل ميتين. شوف الزغليل تبعتنا ايش صار فيها. بسم الله يا حرام، كأنه واحد ميت. بسم الله يا حرام. انت ودعتي، انت ودعتي من فوق. تلاقيت ترتي يا حرام. طبعا يا اخوان زي ما شايفين هذا الزوج الثاني اللي وقع ثنكو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله عليه. تمام، ايش بدك تسوي يا ابو ادم؟ هلقيت انت يعني هلقيت بدهم رعاية، وامهم وابوهم مش حيطعموهم الا لو كانوا يعني الا لو رجعت الثنك ثاني هان هيرجعوا يطعموهم. تمام يا اخوان، خلينا نرفع هيك ونشوف هل في اشي تحت ميت ولا لا. يا الله، اليوم الاثنين 7 الشهر. طبعا يا اخوان الي تقريبا 4 ايام مرمي في الفراش ومش قادر اتنفس، وعلاوة عن هذا انه انا يعني تحديت الالم والعيا والمرض، وكنت انزل فيديوهات وارد عليكم كمان، فالاشي كان كتير 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 متعب، خصوصا انه انا كنت تعبان، فالاشي كتير كتير متعب، ولكن ضليت معاكم وضلت انزل لكم وما قطعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا اخوان اليوم ان شاء الله هنروح نشوف ايش اللي صار عند الحمام، صراحة في اللي هو صف الثنك اللي مليان زغليل وقع، فخايف يكون واقع وقاتل للحمام ومات الزغليل، فخلنا نروح على السريع نشوف ايش صار وايش حنسوي. وغير هيك في كمان عندي بير هان زي تبع ريان الله يرحمه ويصبر أهله يا رب، حنسده في اللي هو الرمل ونشوفه، فبديش أطول عليكم، خلنا على السريع نروح وزي ما تعودنا وربط حزمة الأمان وانزل تحت واشترك في القناة وفعل تنبيه جرس الفاقر وحزين لسلكوا الجديد، وخلنا نروح ليتس جو. طبعا يا إخوان هنشوف ايش صار عند الطيور الحمام. طبعا في الآونة الأخيرة أو في الأيام اللي فاتت بدأ أنه هو أمطار كل أسبوع منخفض، نمر من منخفض أو نمر من أسبوع نفوت في الأسبوع الثاني فيجي منخفض ثاني، زي ما شايفين الأرض كلها موية، حتى البير إذا بتتذكروا البير اللي كان هان فتح ثاني وقعد كل شوية بحط فيه سطر رمل زي ما تشوفين، كيس رمل وبدب كيس رمل وبدب، فالحمد لله. طبعا خلنا نشوف إيش صار عندي أنا هان في بيت الحمام. طبعا وقع اللي قلت لكم عنه هشيله، وقع وفي زغليل، فمش عارف الزغليل إيش صار فيهم. طبعا اذا بتلاحظوا كل هذا الرف وقع، ف ان شاء الله ما يكون الزغليل ميتين. طبعا هذا الرف كان معلق هان، يبدو انه الخشبة رقيقة ما تحملت اللي هو ما تحملت الضغط اللي كان عليها. اول ما ركبته كان خفيف، ليش؟ لانه ما كان فيه في الثنك قش وعشب كان مجمعه، ومع القش والعشب والروث تبع الطيور اللي عششت فيه صار ثقيل فانكسرت، يعني ما استحملت هذه الخشبة فانكسرت. طبعا كان في عش هان فوق
تعرف وين تنكتو؟ ها هيها، بس مش عارف هل الزغليل فيها ولا مش عارف صراحة. هاد الثنكة كان فيها زوجة الزغليل، رح نشوفها لقيت. وكان في هان أظني كان زغليل، فحنشوف. طبعا هان كان في بيض، وقبل كان في زغليل للحمام القلاب. الأنثى هذه والذكر الأسود هذا، فخلنا على السريع نشوف إيش صار. صراحة المشهد يعني بزعل، ولكن إيش نسوي. تمام، أنا قبل هيك قلت لكم إنه حنشيلها هذه، يعني أنا حشيلها كليا من هان، وحخليهم بس يختصروا إنه هم يبيضوا وينتجوا في الجزء هذا. فإن شاء الله خلص أنا هيك إجت يعني لحالها، يعني إجت منها وفيها زي اللي بقولوها، خبطت حالها في حالها. تمام، خلنا نشوف الزغليل اللي هنا بس نرفع. نرفع هذا الاشي، نشوف الزغليل تبعتنا ايش صار فيها. بسم الله، يا حرام، كأنه واحد ميت. بسم الله، لا لا مش ميتين الحمد لله، شكله متأثر في الوجع. بسم الله، تمام يا اخوان، برت عيش يا ويلي. يا حرام، انت بدعت من فوق. تلاقيت ترتك يا حرام. تنخلنا نشوف الثانيين هذولا، مش عارف من هم الصوت بالمرة. لا إله إلا الله، لا 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 تخافوش، لا فكرت ما كلها حاجة العرسة مكلاها، طلعت لا مش مأكولة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، تعال يا حج. طبعا يا إخوان زي ما شايفين هذا الزوج الثاني اللي وقع ثنكو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله عليه. تمام، ايش بدك تسوي ابو ادم؟ هلقيت انت يعني هلقيت بدهم رعاية، وامهم وابوهم مش حيطعموهم الا لو كانوا يعني الا لو رجعت الثنك ثاني هان هيرجعوا يطعموهم. طبعا يا اخوان انا هيك كنت بدي اشيل الثنك اللي هان، اوكي، فاجت هيك يعني اجت منها من راسها لراسها. فحاليا اللي حيصير انه انا ان شاء الله حتصير انه انا اهتم في هذول، يعني انا من اليوم هذا صار في حضني في رعايتي 4 كتاكيت. تمام، خلنا نطلعهم ونطلع الرابش والهلمة هذه، وحنكتفي في القدر اللي هو هان، انه نخلي اللي هو الطيور تبعتنا بس هان. خلنا نطلع الطيور والدجاج عشان نقدر نتعامل مع الموقف. اطلع. يلا روح. تمام يا اخوان، خلنا ناخد الكتاكيت هذول. اول اشي خلنا نشوف التنكة هذه، بعدين نحط الزغلول هذا، وبعدين هذا، وبعدين نجيب الثانيين. بسم الله، تعا يا وزة. بسم الله، وناخد هذا، مش عارف صراحة وين احطهم وانا اراعيهم. لا مش هخليهم هان، لا 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 لا، حطلع لهم جاجة يا اما حمامة تقتلهم.
تعال خلنا نشيل الرابش هذا. مش عارف صراحة. طبعا هذا الزنجبيل اللي كنا حاطينه مع بعض، والثوم هذا البقايا تبعته او الحتل تبعه. تمام، خلنا نرفع هذه. اوه ماي جاد، يا جماعة الخير هذا بده التين. تمام، حرفعه وارجع لكم. A few moments later. انا خايف ارفع هلقيت الاقي حاجة ميتة تحت من الحمام. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا يا اخوان هنرفع، لقينا اشي ميت، لقينا حاجة ميتة، يعني بدناش نزعل لانه هذي واقعة وانا ما كنتش موجود، فاي اشي ميت ما حنزعل. تمام يا اخوان، خلنا نرفع هيك ونشوف هل في اشي تحت ميت ولا لا. يا الله، والله يا جماعة الخير مع انها يعني 6 نكات ولكن تقيلة. طبعا يا اخوان ما في اشي تحتيها، الحمد لله ما في اشي الحمد لله. خلنا ناخذ هذه نرميها برا، وهذولا الاوساخ. تمام يا اخوان، زي ما شايفين ما لقينا اشي تحت ميت، يعني هي لما كان واقعة على ما اعتقد كان واقعة في الليل، وكل الطيور كانت في اعشاشها، وعلى ما يبدو انه هي وقعت وما صار اللي هو مجزرة، يعني لو واقعة في النهار كان فيها مثلا طيور او دجاج كان وقعت عليه كتلت وكتل. A few moments later. في كمان؟ اه تقدر تحمله؟ كسرت يا بابا. طيب يلا يلا، ايدك معايا، ايدك معي هان، يلا يلا يا بابا. بسم الله. ايش بتسوي قاعد؟ وانا من بنبري هذا اوجه رسالة حزن ومؤاساة لعائلة ريان، ربنا هيك يرحمه وربنا هيك يعوضكم، وان شاء الله اخر الاحزان. خلص سيب يا بابا. طبعا هذا البير نفس البير تبع اللي هو اللي وقع فيه، نفس البير هذا تقريبا قبل 2 سنين صورت لكم فيديو انه انا اكتشفت بير عندي كان زمان. ومليته بحاجات زي ما شايفينه، كل سنة كل ما تشتي الدنيا انا بتلاقيني بحط هان. مش عارف اذا لقيت الي صورة عنده يعني حط لكم اياها يا يمين يا يسار الشاشة، تشوفوا قديش عمق هذا البير. بابا نربطين بس قيم على البير لحسا يهبط مرة واحدة قيم. طبعا احنا بنمليه ولكن كل ما تيجي تشتي الدنيا بخبط الرمل والبلوك اللي زي ما تشوفين بلوك يعني حاجات اشياء بنزل تحت، فاحنا اللي علينا بنعمله. طبعا في هلقيت حيقولوا انه روح لوزارة الشؤون او وزارة الاعمال او البلدية او يعني، ولا حد حيعمل لي اشي لانه هذا بير في دار، يعني ما إلهم من هم يصلحوا، مش في الشارع. أو ولو في الشارع مثلا حيقعد فترة لما يجوا مثلا يجي يسكروا أو إشي، فهينا كل ما يعني بتملى أو كل ما بنزل بنملي. تمام، خلي آدم يعافر مع حاله ونروح نشوف. وين أخوك راح؟ راح يجيب. تمام، خلينا نروح نشوف إيش سويت أنا.
طبعا يا اخوان هان انا ايش سويت، طلعت اللي هو الثنك زي ما شايفين، وهنا خلاص انا خلاص مش هحط شيء، هخليه بس في المنطقة هذه كل الانتاج ان شاء الله. هان A few moments later. انت روح كمل. والله انك جدع. اوبا، مين جاب الحجر الصغير؟ انا. جدع. طب وسخت وعيك يا بابا، وسخت وعيك. يلا ادم ادم، لا خليه خليه خليه، لا بس خليه خليه، هو هيك منيح. رجعه محله، رجعه محله، رجعه بس. لا لا تحطش تحتيه شيء، حطه هنا، حطه. ايوه جدع، حطه هنا. يلا حطه حطه. ايوه. لا لا لا، نيمه نيمه نيمه. ايوه نيم نيم جدع. يلا حط الثاني جنبه هنا هنا. ايوه لا هنا 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 قبل ما احط الرمل. يلا حطوا الرمل هالقيت. يلا جدعان خلص بدناش بلوك خلص. هذه هي البيضة الثانية زي ما شايفين، فالحمد لله تمام. خلنا نشوف التزاوج جابوا أهدم. طبعا يا إخوان هذا هو التزاوج، خلنا نكشها لفوق عشان تشوفوا أكثر. بسم الله بسم الله. اطلع يا حجة. مش راضي تطلع يا جماعة. ثواني يا اخوان. شايفين كيف؟ شايفين جناحها؟ طلعت جناح نزلاء وعاملة يعني حركة اللي هو التزاوج. خلص 100% تزوج وما في خوف. طب زي ما شايفين واقفين جنب بعض وبكل حب واحترام. شايفين كيف تزوج 100%. شايفين كيف؟ طبعا هذا الانتاية السوداء والذكر الابيض تزاوج الحمد لله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا يا اخوان هذا هو الخبر الحلو اللي انا كنت بقول لكم اياه، صح يعني خبر بسيط ولكن حلو بالنسبة يعني انه قمنا في اخذهم وحطهم في اقفاص على اساس انه نزوجهم، فاي شيء حلو يعني. تمام يا اخوان زي ما انتم شايفين عملنا اللي هو البير وسويناه وشفنا ايش صار عند الحمام وطلعنا الثناك، وحنهتم في الحمام الزغليل في رعايتهم، ورفعت هان كمان هذول عشان يتشمسوا اكثر لانه البيوت شوية فيها اللي هو لاصة من البط. وبس بهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم يا جماعة الخير الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه جرس الفائقة بحزين لأصلكم الجديد. حبايبي اتمروش عليكم يوم من غير ابتسامة، أكثروا من الصلاة على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.